السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معايا في قناة وصفاتي سهلة. مع بعض النهاردة إن شاء الله هنعمل استيك اللحمة أو فيليه اللحمة. أتمنى وصفتي النهاردة وطريقتي في التتبيلة تعجبكم إن شاء الله. أول حاجة أنا عندي أنواع من الاستيك، أنواع وأحجام مختلفة. في عندي استيك بيبقى بدهن وفي استيك من غير دهن. أفضل حاجة للشوي اللي بيخلي طعم اللحمه نكهتها قويه وطعمها جميل بصراحه اللي بدهن، على الرغم ان اللي من غير دهن بيبقى اغلى كتير من اللي بدهن، لكن طعم اللي بدهن اللي بيبقى فيها كده بعض الدهن بيبقى احلى كتير من اللي من غير دهن. تاني حاجه الاحجام، في عندي 3 احجام مختلفه من الاستيك. في استيك رفيع، وفي استيك وسط، وفي استيك بيبقى سميك شويه، يعني ممكن يبقى قد العقلة دي كلها كده. بصراحة اللي هو السميك قوي ده انا مش بفضله، ده للي بيحب السمك يبقى السوى بتاعه وسط مش ويلدن. اللي بيحب اللحم وسط بيستخدم النوع السميك ده، لان ده مهما تشويه على الشواية مش هيستوي كويس، ولو سبتيه كتير على الشواية هينشف معاكي ومش هيبقى طري وحلو. فالافضل ان احنا نستخدم الفليه العادي اللي هو الرقيق، او الفليه السمك بتاعه بيبقى انش كده وسط، يعني على قد بقى نص عقلة الصابع كده، ده بيبقى افضل كتير في الشوي. طيب عندنا بقى بالنسبة للشوي اللي هو للرقيق واللي سمكه وسط كويس، في عندي طريقتين للشوي، في الشوي على الجريل او في طاسة عادية، وفي الشوي على الفحم. لو هتشوي على الجريل او الطاسة الافضل ان انت تستخدمي اللي هو الرقيق خالص، السمك بتاعه رقيق خالص. عندي هنا ده كمان، لكن لو هتستخدمي الفحم هتشويه على الفحم الافضل ان هو يبقى سميك شوية عن ده كمان، بس مش كتير، يعني اسمك من ده شوية. ده الافضل للشوي على الفحم. لكن النهاردة ان شاء الله احنا هنشوي على الجريل، ونفس الطريقة بالظبط برضو للشوي على الطاسة. وبرضو بيبقى احيانا في بعض قطع الاستيك زي دي مثلا بتبقى فيه حتة رقيقة شوية والتانية سميكة، يعني بتبقى رقيقة من ناحية وما هيش في سمك بعض، لا الحتة السميكة بتيجي عليها وبتشقيها كده وبتشقيها كده بالسكينة علشان تستوي كويس مع دي، يستوي مع بعض. هنبدأ بقى الاول نتبل اللحمة، نشوف مع بعض التتبيلة. انا في خطوة بحب اعملها قبل ما اتبل اللحمة، وهي ان انا بنقع اللحمة الاول لمدة ساعة في خل وزيت زيتون. الخل بيطريلي اللحمة وبيخليها حلوة معايا في الشوي، وطبعا زيت الزيتون بيديلها نكهة حلوة. فالاول هننقعهم لمدة ساعة في خل وزيت زيتون. هجيب الاول كيس، انا بصراحة بفضل استخدم الكيس بيسهل كتير. نجيب كيس ثلاجة، هحط حوالي ربع كوباية خل، يعني ما كترش الخل، وبرضو ما سيبش اللحمة اكتر من ساعة في الخل، لان الخل بصراحة ما بيكون كتير، يعني ده حوالي ربع كوباية كتير هيهري اللحمة، ممكن بيسلقها كمان شو بيسلق. فانا بحط كده حوالي بس ربع كوباية، ربع كوباية صغيرة كمان، وحوالي معاهم نص كوباية من زيت الزيتون او نص الا شوية كمان، يعني هو ايه مش بالمقدار. نخلطهم مع بعض كويس، وبعدين هضيف اللحم. انا هنا بعد ما حطيتهم هحاول ان انا تبقى اللحمة كلها متغطية بالخل وزيت الزيتون، وبعدين هنحطها في التلاجة لمدة ساعة مش اكتر. هنحطها وبعدين هنشوفها مع بعض ان شاء الله بعد ما نطلعها. انا عندي هنا اللحمة بعد ما قعدت ساعة في الخل وزيت الزيتون، هبدأ اتبلها. انت ممكن تكتفي في التتبيلة بالملح والفلفل الاسود بس، او تحطي اي تتبيلة انت حباه. انا هنا بحب اضيف توم، 3 فصوص توم. لو حابة تستخدمي التوم البودر، بس بصراحة انا بفضل دايما التوم الفريش عن التوم البودر. وعندي هنا هيل انا ضغطت عليه كده او فتحته علشان يطلع النكهة بتاعته، وقرفة خشب
يعني قطعة صغيرة خالص او قطعتين صغيرين خالص، والملح والفلفل الاسود، وهنا الزعتر. بصراحة الزعتر بيبقى طعمه جميل جدا مع اللحمة، وخاصة اللحمة المشوية. وهحتاج عندي هنا عصير نص ليمون. هجيب برضه عندي هنا كيس وهفرم الثوم، وبعدين هضيف بقية التوابل. وعصير الليمون. وهضيف بس شوية زيت زيتون لو حباه. انتوا ممكن تفركي بيه التوابل بس كده اللحمة، او هضيف شوية زيت زيتون عشان بس ايه يعمل لي صوص ينفع اوزع بيه التوابل كلها بالتساوي على اللحم. وندوبهم الاول مع بعض، ندوب الملح والفلفل الاسود مع الخليط ده، وبعدين نضيف اللحم. هنبدأ بقى نشيل اللحمة. شوفي هنا بعد ما سيبناها لمدة ساعة تحسي ان لون اللحمة اتغير، بدأ يدخل في السوى. علشان كده قلت ما ينفعش ان احنا نسيب اللحمة اكتر من ساعة في الخل، لانها هتهري اللحمة. ولو حابة تكتري كمية التوابل عن كده تضعف الكمية، لكن بصراحة هي دايما اللحمة المشوية بيفضل ان انت بتحس بطعم اللحمة بس، ما بتكتريش فيه التوابل. يعني انت عايزة تدوقي طعم اللحمة مع الشوي، مش مفضل لان هي تبقى فيها التوابل كتير. عشان كده انا بس مقللة كمية التوابل، الملح والفلفل الاسود بس عشان يبرز لي نكهة اللحمة، والقرفة والهيل يعني يضيف نكهة بسيطة خالص بس كده على طعم اللحم. هنبدأ بقى ايه نخلطها كويس. احاول ان انا اطلع الهواء منها. وبعدين هنحطها في التلاجة. انا عندي هنا اللحمة، لو انت حابة ان انت تستخدمي اللحمة على طول، ما عندكيش وقت ان انت تسيبيها في التتبيلة، انت ممكن تختصري وقت الخل وزيت الزيتون والتتبيله مع بعض. يعني لو انت هتستخدمي اللحمه على طول، بتحطي مع التتبيله زيت زيتون والخل، بتحطي معاها التوم والتوابل كلها. لكن لو انت بقى الافضل ان لو انت حابه تسيبيها في التتبيله، وده الافضل. يعني هو كل ما تسيبيها في التتبيله كل ما يبقى طعم اللحمه اطيب. يعني مثلا لو سبتيها في التتبيله اكتر من 6 ساعات بيبقى طعمتها جميله جدا، مش بتحتاجي معاها اي صوص خالص، بتعمليها لوحدها كده وبتتقدم مع الاكل على طول. لكن لو مستعجله مثلا وسبتيها في التتبيله نص ساعه ساعه بالكتير، الافضل بقى ان انت تعملي معاها صوص علشان يضيف النكهه ليها، لان اللحمه بتبقاش لحقت تتشرب نكهه الملح والفلفل او التوابل اللي انت حطيتيها. فلو هتسيبيها ساعه بتستخدمي معاها صوص، او لو سبتيها اكتر من 6 ساعات، وده اللي انا هعمله ان شاء الله، وقتها بتبقى خلاص اللحمة اتشربت النكهة كويس ومش بتحتاجي معاها اي صوص. فانا هسيب اللحمة في التلاجة على الاقل 6 ساعات، وبعدين هنبدأ نشويها مع بعض ان شاء الله. عندي هنا اللحمة بعد ما سبتها حوالي كده 7 ساعات في التلاجة. انا مطلعها من التلاجة بقالي ساعتين، لانه مهم جدا ان احنا لما نيجي نشويها تبقى بدرجة حرارة المطبخ. انا هستخدم بقى في الشوي الجريل ده. الجريل ده حلو جدا لانك بتقدري ان انت تقفلي على اللحمه، فبتحافظي على الحراره فبتستوي معاكي على طول. اول حاجه هنسخن الاول الجريل،
عندي هنا الجريل بعد ما سخنت هضيف زيت وهستنى شويه بس لحد ما الزيت كمان يسخن شويه. خلاص بعد ما الزيت سخن هبدا اضيف اللحم. مهم جدا ان احنا نسلق اللحم على درجه حراره عاليه علشان اللحم تفضل طريه عندي من جوه. انا عندي اللحمه ديت استيك رفيع فمش هتاخد بيك كتير، 7-8 دقايق بس، اكتر من كده اللحمه هتنشف معايا ومش هتبقى حلوه، فاحنا هنسيبها على كل ناحيه حوالي 3 دقايق. والجريل ده كويسه جدا معانا، فلما نغطي عليها فهتساعدها ان هي تستوي بسرعه، فهنسيبها على كل ناحيه كده حوالي 3 دقايق ونقلبها. بس انا هقلبها كل دقيقه، هستنى بس لما تاخد كده علامه الشوي شويه وبعدين هقلبها. انا عندي هنا بعد دقيقه هقلبها على الناحية التانية. وهقفل عليها وبرضه بعد دقيقة تانية هقوم قلباها تاني على الناحية التانية. هنقعد كده لمدة 8 دقايق بكتير وهتكون استوت معانا ان شاء الله. انا عندي هنا بعد 8 دقايق، انا الكميه الباقيه ديت كنت حطاها في شوايه تانيه معاهم في نفس الوقت، يعني هما مستويين مع بعض ان شاء الله. خلاص اول ما احس ان اللحم خلاص قربت تستوي هضيف زبده. انا ما ضفتش زبده في الاول علشان ما كنتش عايزه الزبده تتحرق معايا، لو كنا ضفناها في الاول على ما اللحمه تستوي هتكون الزبده اتحرقت، فانا بس كده هضيف الزبده في الاخر عشان عايزه انكل اللحمه اثناء الشوي بالزبده. هحاول بس كده ان كل اللحمه تتغطى بالزبده. هي بقالها 7 دقايق فانا هغطيها كمان دقيقة عشان ايه تتنكه بالزبدة كويس. خلاص نكهة الزبدة، انا بدأت اشم نكهة الزبدة. خلاص اللحمة كده دي الزبدة، هو عدى نص دقيقة هقفل كمان نص دقيقة. هو اكتر من كده لو سبتيها اكتر من 8 دقايق اللحمه هتنشف معاكي. لو انت بقى مستخدمه اللحمه سمكها كبير شويه عن ده، اقصى حاجه تحطيها على الجريل او الطاسه 10 دقايق، اكتر من كده هتنشف. ولو حسيتي بعد 10 دقايق ان هي لسه ما استوتش، الافضل بقى ان انت تحطيها في صينيه وتغطيها كويس وتدخليها الفرن ربع ساعه او تلت ساعه على درجه حراره 200، هتستوي معاكي وتفضل طريه، لكن اكتر من كده على الجريل هتنشف ومش هتبقى حلو. لكن ديت عشان سمكها رفيع فان شاء الله بعد 8 دقايق هتكون استوت كويس. كده خلاص هقفل بقى على اللحمه وهشيلها عندي في طبق. المهم ان احنا لازم نسيب اللحمه ترتاح على الاقل 5 دقايق او 10 دقايق قبل ما نقطعها او تقدميها علشان العصاره والنكهه بتاعت اللحمه تركز فيها وتبقى طريه برضو، ما تبقاش لو استعجلنا عليها هتلاقي الصوص بتاعها كله نزل. فانا هغطيها يعني هحطها في طبق ونسيبها ترتاح. هنغطيها، انا هحط ورقه زبده وبعدين ورقه فويل عليها
انا مش عايزه اغطي الفويل على طول، علشان الفويل غلط جدا ان انت تعرضي الاكل مع الحراره مع الفويل والاكل مع بعض، الحراره بتتفاعل مع الفويل. فانا غطيت بورق زبده وبعدين فويل كده، وهنسيبها ترتاح 10 دقايق وبعدين هنشوفها مع بعض. طيب احنا عندنا هنا النكهه اللي في الطاسه ديت او في الجريل دي، النكهه بتاعه اللحمه، واحنا مش عايزين نضيعها لان نكهه اللحمه كلها ديت يعني خساره بصراحه انها تضيع. فانا هحاول كده ان انا اشيلها واحطها في طاسه وبعدين هقول لكم هنعمل بيها ايه. لو انت مستخدمه اللحمه او ما تبلتيش اللحمه كويس، بتسيبيها كده، بتسيب الحاجه دي كده في الطاسه لو عندك الجريل، وبعدين بتعملي بقى معاها الصوص. ان انت بتشوحي بصله، بتدبلي بصله لحد ما بتدبل، وبعدين بتضيفي عليها فصين ثوم، ولو حابه تستخدمي المشروم، وفي الاخر بتحطي حوالي كوبايه كريمه وبتسيبيهم يغلوا مع بعض كده دقايق، وبعد كده بتضيفيه على اللحمه. لكن احنا عشان تبلنا اللحمه كويس فاحنا مش هعمل صوص، بس انا في نفس الوقت مش عايزه اضيع النكهه بتاعت اللحمه ديت، فهشيلها وهحطها في طاسه علشان دي مش سهل ان انا اشوح فيها او هعمل فيها الخطوه اللي انا عايزاها. انا عندي هنا حطيت اللي طلع من الجريل ده عندي، لو انت طبعا بتقلي في طاسه ده اسهل لك كتير، لكن انا عشان الجريل فمش هعرف اشوح فيه اللي طلع ده. هضيف عليها بقى معلقه بقدونس مفروم وعصير ليمونه، او لو متوفر عندك كريمه تحط بس معلقتين كريمه. هنشوحهم بس كده مع بعض وبعدين هضيفهم على اللحمه في الاخر. هزود كمان حته زبده صغيره. خلاص بقت جاهزه، وقت تقديم اللحمه هنحطها على الوش ونقدم اللحمه بالهنا والشفا ان شاء الله. انا هنا بعد ما سبت اللحمه ترتاح وجهزتها للتقديم، هبدا اضيف عليها الصوص اللي هي الزبده بالبقدونس اللي احنا عاملينها مع بعض. ولو حابه تضيفي عليها كمان شويه بقدونس دي. وصفتي لستيك اللحمه، اتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، واتمنى تشرفوني دايما بالقناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انزله. سلام.